أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات، اللي بنسلط الضوء من خلاله على أهم الكفاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسرنا اليوم أن نستضيف في شركة العربية لمقاولات البناء الأستاذ المهندس أحمد كيالي. يسعد أوقاتك أستاذ أحمد. يسعد أوقاتك يا هلا، شرفتونا. أهلا وسهلا فيك. نحن اليوم متواجدين بشركتكم العربية لمقاولات البناء. بداية خلينا نعرف الناس عن حضرتك أكثر أستاذ أحمد، تفضل. مهندس أحمد كيالي، مواليد نعم. سوريا، نعم. خريج كلية الهندسة المدنية جامعة حلب، نعم. 97. عملنا بمجال مقاولات البناء لمدة تزيد عن 15 سنة في سوريا، ما شاء الله. بعد قررنا الانتقال على دولة الإمارات، نعم. هي كلياتنا بنعرف هي حلم لأي شاب عربي طموح أنه نعم. ينفذ أحلامه فيها يعني، وما نعم. شاء الله يعني بلد النهضة المعمارية الأولى في الوطن العربي، ما شاء الله تبارك الله. أستاذ أحمد، خلينا نحكي بداية، كيف بدأتم مشواركم في شركة العربية لمقاولات البناء؟ تفضل. هلا أول ما وصلت لهون أنا توظفت في فترة بسيطة يعني بشركة مقاولات لنتعرف على البلد. نعم. بعد شفت المناخ مشجع جدا يعني والتسهيلات ممتازة، نعم. فتشجعت وأخذت خطوة إنه أسس شركة خاصة. نعم. والحمد لله كانت انطلاقة موفقة يعني. نحكي عن أهم الخدمات اللي بتقدمها شركة العربية. هلا مقاولات البناء، نحن بننفذ يعني أنواع متعددة من البناء السكني، نعم. من المعامل، المنشآت المعدنية، نعم. معارض، صالات، معارض سيارات يعني. وحاليا الخطة المستقبلية إن شاء الله ندخل في مجال الأبراج. نعم. كيف تتعاملون مع الزبون؟ يعني نحن من الألف للياء نتعامل معه البيت بيتنا يعني. نعم. هذا نحن نتميز يعني، نحن دخلنا بهالنقطة بهالمقاولات. نعم. المطلوب هو جودة التنفيذ لأي نعم. شخص، وبنفس الوقت سرعة الإنجاز. نعم. وهل تكون بمدة محددة يعني؟ طبعاً. مدة نحن محددة؟ حتى المدة يعني بنعطي المدة ونسبقها. ما شاء الله. يعني نحن نحط تحدي لألنا. نعم. هي دليل المصداقية، مصداقية تمام. عملكم. فهي الزبون بده الشخص اللي المصداقي معه، المصداقية معه، وبنفس نعم. الوقت الالتزام بالوعد نعم. والموعد. جميل جدا. هي اهم نقطه طبعا نعم. مثل ما قلت لك من قبل انه جوده التنفيذ صحيح نعم. طبعا هذا الكلام دليل على انه ايد واحده ما بتسقف، اكيد في فريق عمل متكامل، أكيد في روح أكيد الجماعه أكيد. نحكي عن فريق عملكم. نحن الموضوع هذا بتطلب مثل ما بقولوا من الالف للياء يعني، صحيح. من المدير لمدير المشاريع للفورمانيه للعمال حتى كفاءات مختلفه يعني نعم. فاخترنا بعناية كافة المراكز نعم. بالناس يعني ذوي خبرة طويلة في هالمجال، حلو كتير، ليسهل العمل للاستشاري للمالك للمقاول يعني. ما شاء الله. أستاذ أحمد، في ظل المنافسة الكبيرة لشركات مقاولات البناء اللي شاهدناها في دولة الإمارات العربية المتحدة، شو اللي بيميز العربية عن غيرها؟ هلا نحن ابتعدنا عن مبدأ الربحية نعم. واهتمامنا بالربحية. نحن نعم. دخلنا بموضوع انه نعطي سعر اقتصادي مناسب نعم. من دون ما نأثر على الجودة التنفيذ نعم. والكواليتي يعني. هالشيء هو اللي ساهم بتطوير الشركة بسرعة يعني نعم. اخذنا اسم حلو، فعم نعطي شغل حلو نظيف كثير نعم. يعني الشغل مرتب باسعار، ما هي الاسعار يعني، اسعار منافسة جدا, جداً. تمام. نعم. Thank you.
في ضوء ما حققته من نجاح في هذا المجال، أكيد يعني دائما أي رجل أعمال يبحث عن الأمن، يبحث عن الأمان للنجاح والاستمرارية عمله. لماذا اخترتم دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وهل لمستم هذا الأمر، الأمن أو الأمان في دولة الإمارات؟ ما شاء الله، يعني الله يديم الأمن والأمان. يعني نشكر الشيوخ الإمارات والحكام، بلد رائع جدا، يعني تضاهي أوروبا وتضاهي أمريكا، يعني بالحضارة بالأمن والأمان، بالتطور والنهضة العمرانية، حتى يعني بشغلنا نحن مع الدوائر الحكومية، مع الدائرة الاقتصادية، مع بلدية رأس الخيمة، مع وزارة العمل، الأونلاين سيستم، تسيير المعاملات بزمن قياسي يعني مذهل. يعني فهذا يعني ما بظن في أفضل من الإمارات العربية في الوطن العربي، ما خلينا نقول مثل أوروبا وسبقت أوروبا. نعم، ما شاء الله. ما شاء الله. أستاذ أحمد، نحن مقبلين على إكسبو 2020، ما هي تحضيراتكم للإكسبو؟ والله هي من طموحاتنا نحن هلأ. حطينا الخطة في المستقبل العاجل، خلينا نقول نحن ناويين نفتح فرع تاني، ندخل ماركت دبي ونشارك بهالشغلة الحلوة الإكسبو 2020. يعني إن شاء الله سنرى العربية خارج رأس الخيمة قريبا. إن شاء الله، بكل عم نسعى بكل جهود. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أستاذ أحمد، قبل الختام كلمة أخيرة بتحب تقولها؟ تفضل. والله يعني أشكر هالبلد الرائع. نعم. وكل من هو مسؤول في هذا البلد الرائع، مو مجاملة يعني، لأنه فعلا التسهيلات اللي عم تتقدم وللمقيم مثل المواطن على حد سواء، ما شاء الله يعني. نعم. الله يهنيهم. نعم. أنا بالختام بدي أشكرك أستاذ أحمد كيالي، بدي أشكرك جزيل الشكر على تواجدك وتواجدنا معك لليوم. تسلمي، الشكر لنا وشرف لنا، الله يخليك. أهلا وسهلا فيك. أما الشكر الأكبر فهو لكم مشاهدينا، دمتم ودامت دولة الإمارات العربية المتحدة بألف ألف خير، حياكم الله.